السلام عليكم ورحمة الله. أنا مصطفى، محمد مصطفى، وده البروجكت بتاعي اللي أنا هقدمه، اللي حضرتك طلبتوه يعني كآخر حاجة هنعملها في الكورس في ليفل 1. فدلوقتي هشرحه وإن شاء الله يعني يكون حلو يعني. فدلوقتي أنا بقى عامل يعني بروجكت إن هو يكون ان انا اعمل فيه ان اليوزر يدخل اسمه وسنة ميلاده، وانا اقول له عنده كام سنة يعني، وان هو يقول لي الشهر اللي هم عايش اللي هو عايش فيه دلوقتي، وانا اقول له السيزون اللي هم اللي هو مثلا وينتر او الصيف او الخريف او كده. فدلوقتي اول كود عندي اللي هو اكس ايكوال اكس، ده الفاريبل اللي احنا هنعمله ستور فيه الانبوت. ف اس تي ار دي اللي هي سترينج، ده عشان يعني تبقى كلمه، عشان اللي هيتخزن جوه الانبوت هيبقى كلمه مش فلوت ولا انتجر. بعد كده عملت قوس عشان السترينج، بعديها لازم يكون قوس عشان اكتب الكلام اللي جوه السترينج يعني. بعد كده انبوت وبعد انبوت وبعد كده انتر يور نيم ما بين قوس وكوتيشنز. فالمفروض دلوقتي اليوزر يدخل الاسم بتاعه. مثلا لو عملنا run هيقول لي انتر يور نيم، هكتب مثلا مصطفى، بعد كده انتر، هيكتب لي ويلكم مصطفى، عشان انا في الكود اللي بعديه كتبت برنت ويلكم بعد كده كوما اكس. اكس دي اللي هي اللي متخزن فيها انتر يور نيم. فانا عملت انتر النيم بتاعي مصطفى، قام عمل لي ويلكم مصطفى عشان انا كتبت الكود التاني. بعديها بقى عملت ال واي ايكوال انتجر. انتجر دي اللي هي الرقم، رقم هول نمبر، مش يعني مش بالبوينت، مش ديسيمال، مش ما يقدرش يبقى ديسيمال او فراكشن. ف انتجر، وبعد كده فتحت قوسين زي في السترينج فوق. انبوت انتر يور يير اوف بيرث، يعني سنه دخل سنه ميلادك. بعد كده قفلت قوسين عشان القوس الاولاني بتاع سترينج والتاني بتاع انبوت سوري، والتاني بتاع الانتجر. بعد كده عملت برنت، كتبت برنت this year you are، يعني السنة دي انت عندك سنة كام سنة. فعملت السنة دي، يعني احنا دلوقتي بصور في 2020، فعملت 2020 minus الرقم السنة اللي هو يدخلها، فيجيب لي السن بتاعه. فانا لما اعمل مثلا لما اعمل رن هنا هيجيب لي انتر يور نيم زي في الاول، نكتب مصطفى تاني معلش. بعد كده يقول لي انتر يور يير اوف بيرث، يعني اكتب سنة ميلادك. فانا اكتب انا عن نفسي مولود 2008. ولو عملت انتر جيب لي this year you are 12 years old، انا فعلا عندي سنة دي 12 سنة. عشان عملت 2020 ماينس 2008. بعديها عملت ان هو ان اليوزر يكتب لي المانث، الشهر اللي هو فيه يعني، وانا اقول له هو في اني سيزون، يعني من الفور سيزونز اللي في سنة. فدلوقتي كتبت الكود ده اللي هو لاين 5 month ده اللي هو الفاريبل اللي عامل فيه ستور الكلام ده كله. string equal string ده اللي هو زي فوق كده، زي عند x، زي اللي عند x يعني، اللي هو string اللي هو يتخزن فيه كلمة، مش حروف ولا مش أرقام ولا حاجة يعني. input enter your current month. input دي عشان يبقى فيه إجابة يعني من اليوزر. enter your current month، يعني دخل الشهر الحالي الحالي اللي موجود فيه. if يعني condition، if اللي هي if month،
يعني لو if month موجود من دول اللي هو ديسمبر او جانيوري او فبراير، يعني هيعمل لي print it's winter. يعني لو الشهر اللي هو اليوزر هيعمل له انتر ديسمبر او يناير او فبراير، هيبقى الشتاء. هيكتب لي print it's هيكتب لي it's winter. بعد كده اللي بعديها الف، دي عشان ما ينفعش نستعمل اف مرتين، اف بتستعمل مرة واحدة بس في اول الأسئلة. وبعد كده لما تيجي تعمل السؤال صح، ولازم في الاخر، في اخر الاف او الالف يعني، تكتب نقطتين فوق بعض عشان تقدر تعمل الكونديشن. بعديها الالف برضو month in، لو يعني الشهر فواحد من دول مارس او ابريل او مايو، وبعد كده نقطتين فوق بعض هيكتب لي it's spring، يعني ده الخريف الربيع سوري. بعد كده عملت تاني الف عشان ما نقدر نستعمل الف كذا مرة ورا بعض، يعني ما لهاش نهاية. يعني برضو عملت month in، يعني لو الشهر في واحد من دول جون او جولاي او اوجست، فده معناه ان هو الصيف. وبعد كده نقطتين فوق بعض برضو عشان الكونديشن يشتغل. وبعديها برضو عملت الف month in، يعني لو الشهر برضو في واحد من دول اللي هو سبتمبر او اكتوبر او نوفمبر، هيكتب لي ده it's autumn، يعني هو ده الخريف، احنا دلوقتي في الخريف. بعد كده بقى مثلا لو انا عملنا run هيجيب لنا تاني، معلش اكتب enter your name مصطفى enter welcome مصطفى عشان انا عملت هنا في الاول. بعد كده enter your year of birth، يعني برضو اللي هي 2008 عملناها في الاول، يقول لي this year you are 12 years old. بعد كده انت the current month، دي اللي بعديها بقى. احنا دلوقتي في شهر 6، يعني لو كتبت مش هينفع اكتب شهر 6 عشان هو انا عامل لهم ستور اسماء يعني، فهكتب شهر جون، فهكتب لي it's summer عشان انا عامل هناك، عشان انا عامل هناك ان هو شهر 6 summer، وهو فعلا شهر 6 في الحقيقة summer. فبس كده ده البروجكت بتاعي اللي انا عملته، وان شاء الله يعني احضر ليفل 2 واعرف يعني اعمل كودينج اكبر من كده، واعرف اعمل بروجكتس اكبر من كده. وبس كده ده، شكرا شكرا لكل الميسات اللي علمونا يعني في الكورس ده، ويا ريت يعني الكورس يكون ال البروجكت بتاعي يكون عجبكم ان شاء الله يعني، ويكون حلو.